بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل، معالي الأمين العام لجامعة الدول العربية الدكتور نبيل العربي، أصحاب السمو، أصحاب المعالي والسعادة، أيتها السيدات، أيها السادة، إنه لشرف شخصي لي أن أقرأ على مسامعكم الكريمة هذه الكلمة التي وجهها الأستاذ الشاذلي القليبي، رجل الفكر والثقافة والسياسة والأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية، إلى معالي الأمين العام لجامعة الدول العربية الدكتور نبيل العربي، والتي يحيي فيها من خلال معالي الدكتور نبيل العربي صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل وجمعكم الكريمة كافة. وقبل أن أقرأ الكلمة المختصرة، يسرني أن أبلغ الشكر الجزيل والامتنان الكبير من الأستاذ الشاذلي القليبي إلى مؤسسة الفكر العربي وإلى صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل على هذا التكريم الذي يشمل كل أشقائكم التونسيين وكل العاملين من أجل أمة عربية متضامنة نامية ناهضة منيعة. إلى صاحب المعالي السيد الأمين العام لجامعة الدول العربية أخي وزميلي الأستاذ نبيل العربي تحية طيبة. وبعد، وصلتني الرسالة التي تفضلتم بها والتي فيها إعلامي بمشروع المؤتمر الخاص بالتكامل العربي الذي تعقده بالاشتراك مع الأمانة العامة للجامعة مؤسسة الفكر العربي، التي أحيي بالمناسبة جهودها المرموقة في خدمة القضايا العربية. وإذ أشكر لكم وللأمير خالد الفيصل دعوتي إلى المشاركة في جلسات هذا المؤتمر بالقاهرة، فإني أثمن عاليا هذه المبادرة الهادفة إلى جمع ثلة من المفكرين ومن أصحاب المسؤوليات ذات الصلة بالعمل العربي المشترك، قصد تمكينه من التفكير والتباحث في التحديات التي تواجه دولنا ومجتمعاتنا. وإني على يقين أن هذا المؤتمر سيمكن من تبين المخاطر المحدقة بمصالح أمتنا وبالقوى المناوئة لقضايا شعوبنا، والتي من شأنها أن تعطل جهود مجتمعاتنا الإنمائية وأن تنال من منزلة دولنا في المنظمات الإقليمية والعالمية ذات المرجعية في الحقوق الدولية. ولا شك أن الأمانة العامة لجامعتنا تعتبر دوليا من بين أهم المنظمات المعنية بالعمل المشترك في النطاق الإقليمي من أجل السلام، اعتمادا على دعماته الأساسية وهي إظهار الحق والدفاع عن العدل وتنظيم الاشتراك في المشاريع الهادفة إلى إعلاء القيم الإنسانية. وأمانتنا العزيزة هي عربيا في المرتبة الأولى من حيث مرجعية العمل المشترك بين دولنا باعتبار اضطلاعها بالمسؤوليات القومية الخاصة بلم الشمل العربي وتنظيم الجهود السياسية المناضلة من أجل توضيح السبل أمام شعوبنا في خضم هذا العالم المحتدم القوى المضطرب التوجهات المندفع إلى آفاق من المجهول، ليس لدولة واحدة ولا حتى لمجموعة إقليمية القدرة على التنبؤ بما ينطوي عليه هذا المجهول من منعرجات، فضلا عن السيطرة على ما يخفى من غائلات. وإذ أذكر أخوتكم أن الجامعة كانت عقدت بعمان في أوائل الثمانينات قمة تحت عنوان التكامل العربي، وأنه قد تجدر الإشارة إليها في الوثائق المعدة للمؤتمر، فإني ألاحظ أن نتائج هذه القمة جمدتها الحرب بين العراق وإيران، ثم اجتياح العراق للكويت بعد أن وقفت دول الخليج ومنها في الطليعة الكويت الحبيبة إلى جانب العراق دبلوماسيا وماليا، وكان ذلك التعسف من المصائب التي عطلت العمل العربي المشترك. وكم كنت في شوق إلى المشاركة في هذه المقابلات التي تدعو إليها جامعتنا، والتي هي دوما في نظر شعوبنا العربية ملاذها في الملمات، ولكن أوضاعا صحية ألمت بي منذ مدة غير طويلة تحرمني من شرف الحضور بنفسي في القاهرة واسطة العقد العربي، فتضطرني إلى المتابعة عن كثب بواسطة ما قد تأذنون به عن طريق مركز تونس
فرج قبول عذري مشفوعا بأخلص تمنياتي لكم بكامل النجاح فيما أنتم مقدمون عليه، مستذكرا دوما اللقاء الحميم الذي جمعنا بعيد تسلمكم مهام الأمانة، ومتابعا بعناية مسيرة جهودكم الموفقة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.